طبعا ننتقل إلى مواضيع مختلفة، وراح يكون عندنا ضيف جدا مميز، من يشاهد أو يتبع الثقافة العامة والكتب في معرض الكتاب، ما عليه إلا أن يتابعنا من خلال الجمعية. واحتفلت جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية بافتتاح ندوتها الثقافية التي تخللها معرض للكتب تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للكتاب والتشجيع على القراءة. نتمنى لكم مشاهدة طيبة من خلال هذا التقرير، ومن ثم نعود لاستقبال ضيفنا اللي راح يكون معنا اليوم. في أمسية أدبية وثقافية عامرة وبرعاية الشيخ الدكتور سعاد الصباح الرئيس الفخري للجمعية، أقامت جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية احتفالية بمناسبة قرب الاحتفال باليوم العالمي للكتاب، والذي يصادف 23 من إبريل في كل عام، وذلك بمشاركة كتاب ومثقفين كويتيين. وقد قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبد العزيز السويط على هامش افتتاح معرض الكتاب المصاحب للحفل، إن المعرض هو الأول الذي تنظمه الجمعية برعاية من الرئيس الفخري للجمعية الشيخ الدكتور سعاد الصباح، إيمانا منها بأهمية العلم والثقافة ودورها في رقي ورفعة المجتمعات المتحضرة. اليوم سوف نفتتح أول معرض للكتاب ينظمه مجلس إدارة جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية، وندوة بهذا اليوم بمناسبة اليوم العالمي للكتاب، والذي أغر بشهر أبريل من عام 1995 من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في اجتماعها بباريس، ليكون يوما للتشجيع على القراءة ولحماية حقوق المؤلفين ويوما عالميا للكتاب. من جانبه قال الباحث في التراث الكويتي صالح المصباح في الندوة، إن الدين الإسلامي يحث على القراءة والاطلاع وتوسيع مدارك الإنسان من خلال البحث في كافة العلوم والمعارف المختلفة والتي توصلت لها البشرية على مر العصور. مطبعة الحكومة أنا ألفت فيها كتاب احتفال بمرور 50 عام على مطبعة الحكومة وجريدة الكويت اليوم الرسمية، طبعته عام 2004، استعرضت فيه تاريخ مطبعة الحكومة عام 56، واللي مكان الآن وزارة الإرشاد والأنباء عند غرفة التجارة والصناعة، كان طبعا النقلة الثانية، النقلة الأولى عند ديوان العوضي ومسجد العوضي في منطقة شرق، بعدها انتقلوا 61 إلى هذا المبنى، فطبعوا لنا هذا الكتاب القيم سجل الكويت اليوم في عام 56، اللي فيه دوائر الكويت والتعليم وثانوية الشويخ والكلية الصناعية، وشيء جميل يعني، حتى غلافة جميل، وحتى علم الكويت والشيخ عبد الله السالم طيب الله ثراه، نلاحظ شوف الفرز الألوان والطباعة شلون جميلة في عام 56. ثم تلا ذلك كلمة للأستاذة منيرة العيدان أكدت من خلالها على أهمية تلك التظاهرة الثقافية. كلنا نعرف أن الكويت بدأت بداية كبيرة وضخمة ومؤثرة مع الأدباء، يعني بدينا بداية قوية، كانت قاعدة كبيرة من المفكرين والشعراء منذ بدأت الهجرة إلى الكويت. لذلك فإن أنا عندي يقين أن الشعب الكويتي لا يرضى إلا للكم، يعني أنه يكون كامل، فلذلك أن هالمشاريع تلقى صدى وتكبر في الكويت مو شيء جديد ولا شيء مستغرب، لأن هذا اللي يطلبه الشعب كي ينهض، هذا اللي إحنا أسسنا عليه وهذا اللي إحنا كبرنا عليه. ويبقى للشعر مكان دائم على خارطة الأدب العربي، وهو العنوان الأبرز في ملامح الكتاب العربي. سأظل أكتب للكويت طوالا، سأظل أكتب للكويت طوالا، وأظل أعشق بحرها ورمالها، وأظل أحفظ عهد حبك في دمي، وأظل أحمل في هواكي ثقالنا، أهديك يا وطني الحبيب جوارحا كادت يد الأيام تختالها.
بعد ذلك قام نائب راعي الحفل سعادة الشيخ مبارك العبدالله المبارك الصباح بتكريم ثلة من الأدباء والمشاركين. أما التجوال بين الكتب فقد حمل مضامين عدة، لعل من أبرزها أهمية الكتاب في حياة الشعوب، ذلك أنه يحمل بين دفتيه أسمى معاني العلم وأرقى معالم المعرفة في كل زمان ومكان. لي شرف الكبير الحضور نيابة عن دكتور سعد الصباح حفل افتتاح جمعية المكتبات المعلومات اللي في مدرسة القبلة، وهذا شرف كبير لنا، وهذا يدل على اهتمام دولة الكويت والباحثين والعاملين فيها على الثقافة ونشر الثقافة والقراءة، ومثل ما يقولون أن الكتاب خير جليس، وأتمنى إن شاء الله دائما المزيد من التطور ونجاح إن شاء الله للعاملين والقائمين على هذه الجمعية، وشكرا. وهكذا يبقى الكتاب عنوانا كبيرا لكل تظاهرة أدبية، وفخرا للأدب والأدباء، وشعلة مضيئة تنير الدروب في الليالي الحالكة، ورمزا للعلم والمعرفة. حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم. وبعد متابعة التقرير يسرنا أن نلتقي مع الدكتور عبد العزيز الصويت رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمكتبات والمعلومات وعضو هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. دكتور، سعداء جدا في تواجدك ونقاش جدا جميل معك قبل اللقاء وقبل التقرير. وأنا سعيد بهذه الاستضافة وتغطية برنامج مساء الخير لمعرض الكتاب الأول لجمعية المكتبات والمعلومات الكويتية برعاية كريمة من الشيخة الدكتورة سعاد الصباح الرئيس الفخري لجمعية المكتبات والمعلومات الكويتية. الله يعطيك العافية. دكتور، في البداية فكرة عن الجمعية ونشاطها الثقافي وأنشطتها المختلفة. طبعا جمعية المكتبات هي جمعية نفع عام أشهرت عام 2005 من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للدفاع عن حقوق العاملين في مجال المكتبات والمعلومات، والإضافة إلى عقد الندوات والأنشطة المختلفة من مؤتمرات ومعارض وتمثيل دولة الكويت في مجال المكتبات والمعلومات داخلها وخارجها. طيب دكتور، نبي نتحدث شوي عن الاحتفال باليوم العالمي للكتاب. طبعا الكتاب مهم جدا لدى المثقفين والأدباء في دول عالمنا العربي، فيليت نتكلم في هذه الجزئية، يعني اليوم العالمي هذا للكتاب، يليت تحدثنا عن هذا الموضوع. احنا طبعا أغمنا هذا المعرض يعني وافق اليوم العالمي للكتاب. نعم. هذا اليوم الذي يقر من قبل اليونسكو في عام 1995 ليكون في كل سنة في شهر أبريل يحتفلون بهذا اليوم العالمي للكتاب للتشجيع على القراءة والدفاع عن حقوق المؤلفين، ويكون يوما عالميا للكتاب. وإحنا صراحة شفنا هذه المناسبة الجميلة في هذا الشهر، فقلنا لازم إحنا كمجلس إدارة حريص أن نواكب هذه الاحتفاليات، و يعني أنشطتنا تكون متزامنة مع هذه الأيام، فأغمنا هذا المعرض الأول للجمعية وبرعاية كريمة من الشيخة طبعا دكتورة سعاد صباح الرئيس الفخري للجمعية، وباستضافة دور نشر كثيرة صراحة معانا في هذا المعرض، وتم هذا المعرض لله الحمد، وحضر ممثل طبعا راعي الحفل اللي هو الشيخ مبارك العبدالله الصباح. ممتاز. طيب يعني احنا كلنا نعرف ان يعني الدكتورة سعاد الصباح شاعرة كبيرة ومثقفة وأديبة جميلة جدا، يعني شنو دورها معاكم دكتور، يعني دور الشيخة الدكتورة سعاد الصباح في جمعيتكم وانقرة؟ طبعا لا شك بأن الشيخة الدكتورة سعاد الصباح هي عاشقة للكتاب والعلم والثقافة ومهتمة بالجانب الأدبي، وتدعم المؤلفين والمثقفين والكتاب بمختلف طبعا الأمور الأدبية الخاصة بالنشر والطباعة وغيرها، وهي طبعا مؤسسة دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع. طبعا الشيخة سعاد الأمانة هي دائما تدعم المثقفين
وتدعم مثل هذه المعارض اللي تشجع على القراءة والكتابة. احنا شايفين في عصر التكنولوجيا الكل يلجأ إلى التصفح الكتب الإلكترونية، ولكن في 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 ظل الكتاب الورقي وجود هذا الكتاب الورقي لازم احنا نحيي دوره ونفعل دور الكتاب الورقي، لأن مسكة الكتاب تختلف عن تصفح الكتاب في الشكل الإلكتروني. فالشيخة سعاد حريصة أن تدعم هذه المعارض، وإن شاء الله راح يكون لنا أيضا أمور أخرى تخص الطفل راح نعلن عنها في وقتها إن شاء الله مع الشيخة الدكتورة صباح. أي مسابقة خاصة في الطفل وخاصة في الكتاب وخاصة في الأدب قالت يا دكتور عبد العزيز أنا معاكم فيها. طيب دكتور عبد العزيز، يعني نشاهد كثيرا من الأشخاص يجلس في إحدى الكافيات الكافيه ويعني يقرأ الكتب. أهمية الكتاب في حياة الشعوب جدا جميلة، وخصوصا إذا كنت في مول ولا غيرها، ولا يعني في ناس تستمتع في قراءة الكتب الورقية وليست الإلكترونية أو اللي هي على الأونلاين الانترنت وغيرها. صحيح، الكتاب الورقي له رونقه الخاص. نعم. فمسكة هذا الكتاب وتصفح هذا الكتاب خاصة في الكافيات، احنا دائما نشوف الدول الأجنبية قاعد في كافي ماسك كتاب ويقرأ هذا. فهالكتب هذه طبعا القراءة هي غذاء العقل وزاد الروح. نعم. ومفتاح العلم وتقوي الذاكرة ومفتاح العلم والمعرفة. نعم. زين، وتوسع أيضا المدارك لدى القارئ. صحيح. فوضع على أحد المكتبات قديما هنا غذاء النفوس وطب العقول. فحتى الدراسات اللي أقيمت في هذا الموضوع، موضوع القراءة، قالوا بأن القراءة 70% من المعلومات التي يتعلمها الفرد من خلال القراءة. نعم. و30% من المواقف الحياتية اللي تمر على حياة الفرد يوميا. فالقراءة أجمعوا عليها الكل، من أطباء، حتى أطباء قالوا بأن القراءة أيضا تساعد على حرق سعرات حرارية كثيرة بالنسبة للأشخاص اللي يعانون من السمنة المفرطة. هذا مستشفى في أمريكا طبق القراءة على مجموعة من الأطفال، وفعلا خلال 6 شهور فقدوا من الوزن شيء كبير. فالقراءة لها فوائد كثيرة. نعم. فالقراءة توسع مدارك الفرد. فإحنا مع هذه الأمور وأهمية القراءة يعني أصرينا على إقامة هذا المعرض للكتاب صراحة. الله يعطيكم العافية دكتور. يعني حدثنا عن معروضاتكم، بما أنك تحدثت عن المعرض في الكتاب، فيريد تكلمنا عن المعروضات من الكتب التي تخللت الافتتاح في أرض المعارض. حلو، إحنا معرضنا طبعا مستمر. نعم. اليوم إلى الساعة 9، وباكر إن شاء الله من الساعة 5 للساعة 9 في مقر المدرسة القبلية في جبلة. طبعا دور النشر والمشاركة، ونشكرهم صراحة على مشاركتهم. الكتب اللي فيها متنوعة، عندنا دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع مشاركة، طبعا مطبوعاتها متنوعة شعرية وغيرها، وبالإضافة إلى مركز البحوث للدراسات الكويتية مشارك أيضا في مطبوعاتها، ودار الكتاب الحديث أيضا مشارك، ودار الكتاب الحديث مختص تقريبا في أكثر قصص الأطفال وغيرها. بلاتينيوم خاص في الروايات، رابطة الأدباء الكويتيين أيضا مشاركين في كتب الأدباء اللي عندهم متوفرة، عندهم جناح خاص، عندهم جناح خاص، بالإضافة إلى المكتبة الوطنية، مكتبة الكويت الوطنية مشاركة ولهم جناح خاص. ذات السلاسل لهم جناح خاص، وذات السلاسل أيضا من دور نشر الكبيرة، بالإضافة إلى الروائي عمر العمر أيضا مشارك معانا، والآن يعني حلقة نقاشية موجودة في الجمعية، وادعي السادة المشاهدين اللي يبي للحضور. للحضور. طيب على من تقع يعني عاتق المسؤولية، خلينا نقول لتعليم الأطفال أو لتعليم المراهقين كيف يقرؤون وكيف يهتمون في الكتب، خصوصا الكتب الورقية اللي موجودة والكتب التاريخية، خلينا نقول اللي 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 في ناس يقولون والله هذه الكتب اندثرت خلاص، فعلى من تقع هذه المسؤولية؟ أنا أشوف إن المفروض من وزارة التربية تفعيل دور المكتبات العامة. نعم. هي نقلت الحين المجلس الوطني للتغاور الفنون، ولكن ما تفعل يعني إلى الآن في عهدة وزارة التربية. تفعيل أنشطة ثقافية، المسابقات، تشجيع المراهقين على زيارة هذه المكتبات. دائما إذا فعلت الأنشطة وأعلنت من خلال السوشيال ميديا الوسائل المختلفة تخلي الشباب يلجون إلى هذه المكتبات عشان يستفيد من ما يطرح داخلها، ياخذ جائزة تشجيعية. انتم شايفين العنف اللي قاعد يصير في المجمعات. نعم. والمشاكل الكثيره، فلازم احنا نستغل اوقات الشباب فيما. نعم. يفيدهم في المكتبات العامه. ايضا تفعيل دور المكتبات المدرسيه بحيث الطالب ينشئ ويتعود على القراءه، لان مكتبه
المرحلة الدراسية، المراحل الدراسية، إيه المكتبات المهمة، إيه اللي تساعد الطالب على التنشئة الصحيحة اللي تخلق لنا جيل قارئ وجيل لا يقرأ. إذا إحنا عودنا هذا الطالب على زيارة المكتبة المدرسية، وعودناه على أنه يمسك الكتاب ويتصفح هذا الكتاب داخل هذه المكتبة المدرسية، راح نخلق جيل قارئ، جيل يتعود على زيارة المكتبة، جيل يتعود على مسكة الكتاب حتى في المجمعات والكافيهات اللي إحنا نفتقدها في دولة الكويت، ولكن في بعض الدول الأخرى تشوف شعب يقرأ، شعب متعود. فالعاتق على تطوير أو المسؤولية تقع على وزارة التربية بتفعيل أدوار المكتبات الحالية الموجودة عندنا. طيب، دور العروض مثل أرض المعارض والمشاركات المختلفة سواء من أيضا الدول الخليجية والدول العربية تشارك في أجنحة ثقافية مميزة، ما هو دور أرض المعارض في نقل يعني الكتب أو نقل هذه الصورة، وخصوصا تكون أسعار الكتب بأسعار رمزية حتى دكتور؟ يا ريت تنسلط الضوء على هذا الجانب حتى يعني نعطي المشاهدين يعني كم هي مهمة يعني موضوع الكتب واليوم العالمي للكتاب، وأيضا أرض المعارض، وحاليا موجود في أرض المعارض كتب من جميع دول العالم العربي والعالم أجمع. حاليا أعتقد معرض الكتاب الإسلامي، نعم، إلى 25/4 موجودين في معرض الكتاب، أيضا معرض الكتاب اللي يقام سنوي. هذا المعرض صراحة الفترة أو المعرض الأخير اللي حصل حضرته إنزين صراحة كان غير المعارض كلها، نسبة الحضور كبيرة، نعم، إنزين، وصراحة يعني الناس عادت على الكتاب المغروب، ففعلا عرفت أن قيمة هذا الكتاب المطبوع بعيدا عن الكتاب الإلكتروني. بالإضافة إلى كان بعض الأمور اللي قاعدة تواجه محبين أو المطلعين على القراءة اللي هي أسعار الكتب، نعم، وعدم الرقابة على بعض الروايات المتوفرة داخل هذه المعارض. بعض الروايات صراحة فيها بعض الكلمات مخلة بالآداب، وهذه قاعد تأخذ مخالفات نعم. المفروض وزارة الإعلام يعني تفعل قدمت وفعلت واتجهت، يعني أنت عارف ممكن يعني جل من لا يخطئ، ممكن بعض الكتب تمر مرور، ففي فيها جزئيات مثلا الواحد لا ينظر لها مثلا على سبيل المثال، ولكن حينما ينظر لها ويتم الإبلاغ عنها تقوم بالفعل وزارة الإعلام في دورها وواجبها في هذا الاتجاه. فعلا، فدور نشر الموجودة كانت في المعارض أيضا مطبوعاتها مميزة، ولكن احنا نتمنى أن الأسعار بس تكون بعد أيضا عليها رقابة بإذن الله. هل من كلمة أخيرة حابة توجهها دكتور؟ نشكركم، نشكر برنامج مساء الخير على حضوره للفعالية وتغطيته، وأشكرك أستاذ فايز على هذا التقديم وجميع الأخوان العاملين في هذا البرنامج الناجح. الشكر موصول لك دكتور عبد العزيز السويط، أخذنا من وقتك حقيقة الكثير والمعلومات الجم خلينا نقول لإفادة السادة المشاهدين، كل الشكر على تواجدك معنا وإعطائك وقت لنا حقيقة في تلفزيون دولة الكويت. إذا مشاهدينا الكرام نشكر ضيفي الكريم الدكتور عبد العزيز السويط رئيس مجلس إدارة الجمعية جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية. ننطلق وننتقل عفوا إلى مواضيع أخرى ولكن بعد فاصل قصير، ومن ثم نعود مع مساء الخير يا كويت.